ولله الحمد الإصابات لحد الآن لم يردنا أي إصابات لله الحمد. صاروخ سقط في أرض فلاح ولم يؤثر على أي مواطن أو أي في الأرواح أو الممتلكات بصفة عامة. أطلق بصفة عشوائية تقريبا، هذا المعلومات المتوفرة لدينا. أما فيما يخص الوضع هنا في ظهر الجنوب فلله الحمد لم يسقط أي صاروخ على المحافظة نهائيا.